بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحين أقول لكم حجرني حلقة أفراد موضوعي الحاكمية لله وحده، يعني موضوع عص وكل كان لي قضية وين أهمار إن حكم كأي شرع لا حير دجنتا أنت بقى إنه إسكليه الله سبحانه وتعالى من آدم كدور كيسن ويهي وكلية اتباع، يعني إنسان ك أما من آدم ك سيدة ومارتي، يعني وحل وحي شرع أما نظام أما حكم وصوشيسة هي فروع ديسة أنت بقى إلهي بقى ودجي سبحانه وتعالى وحي، لكن سوء أصبونا هذا ونرشى من آدم ك إلى كل أنتو مروا المارت وحوي مرجع الله نقول يو حكمك إلهي يوم مارت يحكمك النبي عليه الصلاة والسلام مركا وحين كل حجرني كهذا الكمارت قفك أرنتاس كبيرة أما كتلة أما ديدة حكمك يسوع نقول يو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا آيات بضم بين سوق هذا النبي ومعناها كسابسا مركا موضوع إيمان سوى ذينا هذا إلهي رهذا هذا آيات بأي نصوى قادرة وحاول آيات كتير في سورة الصاد آيات داس ما أرتي حيكو بالله ونساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ورك آيات داس يعني الله سبحانه وتعالى وحكم قطابها نبي الله داود عليه السلام وحال لي إنا جعلناك خليفة في الأرض وحال كاية اللي مد ألك وكيلة وقل لك مارت ألك وكيلة يعني كاية اللي فحكم بين الناس بالحق تتك كحكم إلا حضو هذا حق حق أسوء شرع الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى هوى ذنها الراعي مركا آيات داس يعني وحيات أمو جنسة يعني رسولك الله صدري ونبي الله داود عليه الصلاة والسلام وحال فريا مارت وحاوي حق إنو مارت وحكو حكمه حقا سواء شرع الإلهي لكن إنو سنتابد الكيدة إنو سنراعي الهوى ذي وركا يعني سيدا وحاوي وحجر وحلير هذا حق إيو باطل أما شرع الله والهوى وركا إنسانك إما وحراعي شرع الإلهي حكمك إلهي أما وحراعي هوى إيو راعي مركا وحكا دحية ما شاس مجران يعني حيبان بضانا جاهلين دو كاذا شو حاوية وقاد وسوع العليان لدك يعني إسلاميين تاها وحي قضان بين ليه يعني سيدة لبشي بأركان لبكلر بأركان بين ليه كلر عد يكلر مدو معنا لكن حقا غدا سيدة يعني يعني سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال قال الله سبحانه وتعالى حقنا معها ومارت وحق انت صنع نغون كرام معه مركا حق واحد وكلي لكن هو ده ايو حين غنكرتا انت صنع معه وكل قد مركا مضلل ده هوز قليا وهو هوية وابن آدم كالرأي قيسا يتلذي سأينو الرعا أصوه كفك وحي قي الله سبحانه وتعالى يا شرع قي إلهي أصوه كفك مركا وحي بها آت كما ارترونتي جاهلية ده ما انت جوكتها اي جاهليات كالي اقدو انت وحوية وسيدا اي اوين ان اعضكتهاي يسيدا أي مارت أقي ما ينش إن بني آدم كأو مارت ك كترفعه أما أكف هذا شرعي حكم كالله أو مارت دبجره وحن مارت بني آدم ك ومارت مسك حديث سئيو رأي جيس ككهنة مارت مركا أنت أسمرك وحي آدم وجنسة وآدم مارت داها وغادسة مارت يعني إدي أن حقا راعن وحق الراعي إن تاي هو ذود إن تاي يعني مركه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله مركه هو ذا سؤال الراعة يعني مركه إني كالو مش ودد إلهي يعني إن الذين يضلون عن سبيل الله تتكلم إله ودد سالير لهم عذاب شديد وحوسون هذا عذاب آت يآت أضرا أي أصون هذا مركه أي هذا سرنتي آت بين وعد يسي يعني وحلا يسكرب إنه ياه إن حق الراعة يؤن لغفق هذا وحال لوحي هواء وهو الآن الراعي مركا الله سبحانه وتعالى
وصاري حكم اه قفكي كتك شرع الالهي وحو الراعي الى تاي هو هو ذاس او ايضا اه طاغوت اما اي ضدكو كدكتان اله يعني يا معنا قد بقران كرنتاس وموجيا يعني ان قفكو ومارتي هو ذي سكدكان اله يعني يا ساسو كلا ايضا وحي تلاميسا سورة ما ايدكو جرتا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم يا على ليه كحكمي ضدكي إلهي أسودجي ولا تتبع أهواءهم الراعي هو ذو ذمار مركا وأصل معنيه آيات هروي وآيات فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى هل كانوا على ليه فحكم بينهم بما أنزل الله يعني وحي إلهي أسودجي وحق وي مار ضدك كحكمي لحظة ذا وحي الله أسودجي وحق يعني أنا الراعي هو ذو ذا يعني. مركا آيات داس نفرمتي آد بو عدين سمارت. آيات كالفرمتي آد موجين سجرتي يعني أيضا كوشي سورة مائدة أو مارت آه. آيات دي أورونيسي يعني أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. آيات داس وحيوة سيس مقعة الجاهلية. يعني أي حكم أو خلاف سن حكم كالله. مظلظة أي هوزقر يعني محاولي الحكم الجاهلية. مركا فحكم الجاهلية وحكم الجاهلية يبغون دونيا ومن أحسنه ياك جو أقبل من الله إلا حق حكم الحق حكمك وجو أقبل لقوم قلوا يقرون يقينسا هو حق رانيس يعني مركا مر هدي حكمك إلهي لقته من آدم كوحا وقليا وحلو يقان حكم الجاهلية مركا الجاهلية دا السيدة عن هريقص وتعريفني وحاوي وحكم كستا وكل سن يعني إن لقفه قادو أما إن لديده ورفض لقصه يعني وحيقي الله سبحانه وتعالى إيه وحكم كستاء واتباع السماية يعني كل حكم وكل سن وحان إله أسود جن المارد تاسا وحلو يغانا جاهلية يعني بركة جاهلية دو حكا لما حوي وهو دي أول الراعو إيه يدو لديده مارد الله سبحانه وتعالى حكم كيسي يا نظام كيسي لدي دمار مركا يقف كي او دبقل يعنى بعيدا وحكفك مارتي اما قاد وفك صفات كي يا مارتي اسماء ذي الله أولها سبحانه وتعالى وإكمل ذهد إلهي سبحانه وتعالى وياهي حاكم كي وياهي سيد كي مالك يا مارتي مركا تاس او ان انسان كو وكفو قادو او مارتي معرفة يقون او سؤيالا يعني وحي كل سنوي مارتي مركا رمتي نظام جدا ما أنت عالم كجر واحد دونا هنغذين أو ما قاعد دونا هاللو بحشو أما دي مرادية هاللو تمامو وحكم ضدك وقنا كان لحيا هل يرهدو أما هل يرهدو وحكم يعنى ديكتاتر أه أو مارتي نمك دي تليا وطلينيو أنا وحاسو لن وحاوي مارتي أما بين آدم كأنت مسك حديثي لغش غيسيو كل قد مارتي قفل بقى رأيي جيسي تليزي انت لصو أرريو هب استاتيستيكا أه مارتي ليرا هذا مارتي رأيي وقمنا أما وحيو قبضنا واكاس marka waxa soo dhan waxay noqonayaan ahkaamul jahiliya hayla meshay kasoo fuliyaan masdarkeeda wuxuu yahay hawl bashar ala bil aadam ka hawadis ay kasoo fuliyaan marka madama insaankii uu sanahayn khaliq kaunka abuure madama insaankii uu san aqoonin hatta naftiisa uu san aqoon u lahayn yaa nin caalim ah baa wuxuu qoray kitab uu magac baxshay ala al insaan dhalika al majhul أنا بني آدم كواكا بلوية مارتي ومتكاس أن أقون طلال لهم وجاهل كالغيه مارتي مركا بني آدم كي نفتي سوس أقون لهم مارتي يسيدا أي أفكر يسيدا أي مارتي مصالح ذا أي مارتي باهي ذا فك وسنقرن كرن مارتي يا والأركي زمان بني آدم كوحيابها أي سمياء ما نظمت أي ديجيان ما أنا بالظرف بيتاغيهم إرف بيتاغيهم يا شلو حاطر أركي سويحي شلو أي دفاعيين أيوه مارتي ما المكد مارتي وحي عكسي سي دفاعي هذا مارتي وأركسا مركا ساسا إنسان كمعلول بس كده بوري قالي سنة هيا لي وحق وهي أغول معها علمنا معها ووح كل سن جاهل كل سن وهي مارتي مركا حكم الجاهلية مدام إنسان كي ومركا حق غض الله هضله وسن قرن كرن مثل حديثة يا وسن مارتي أود أولهين إنو كوابه يا وحي إنسان كهري يا انت انسان جري يعني واحد نعي دوانا يا مستقبلك واحد ايمان دوانا مادام انسان كوسن كوبي كرن
حاكمك حد جينينا أي تهاي إنه يلاهي قف حقيقة غض إنسان كي يقال إيه وحيابها أولا كل مدونه مركا علم قاس مدام حوم كاس وكمرين يهي وحكم الجاهلية هو يمار مركا رنتي آيات داس بارنتي آد يا آد مارتا ورنكرا وحي أصو أفجرتي وحق الله وحي ابن آدم ما أنت أكوف كريه أما أو إسلها مارتا قيمة يكوف ديان مركا بالعكس يعني جاهليات كي هوري هدي وحاسي أي وحا أي لقا قبنية أي تهاي جاهليه ما انت جوقته وحوي ان عد عد بمارتي كو دفاعيسا ويسكولا قومنتهي او waxay leedahay maartay bil aadamku wuxuu gaaray horumar wuxuu gaaray maartay tiknoolajiyad aad u sareysa wuxuu gaaray maartay inuu maraakiis waaweyn oo xagga cilmi baarista ah inuu sameysto wuxuu awood u yeeshay yana inuu aad u soo koobo bil aadamku waxyaabaha ay yana door bidayaan ama ay jecel yihiin inuu xisaabiyad daqiiq ah ama maartay tirkoob daqiiq ah inuu ku sameeyo aarada bil aadamka marka jaamacad iyo madaris waaweyn baa loo dhisay oo bil aadamka waxyaabaha ay sida gaarka u tixgeliyaan ama ay sida gaarka u danayaan lagu soo ururinayo marka waxaasoo dhan waxa weeye wax awhaam ku dhisan weeye oo aan xaqiiqo ku dhisanayn maad kulligood waxay ku dhisan yihiin jahli waxay ku dhisan yihiin anaaniya waxay ku dhisan yihiin aqoon darro asal ah ayay ku dhisan yihiin maad marka insaankuna maad waxa weeye yacni insaan alla sida uu ku tilmaamay dhuluuman jahuulan ah يعني إنسان كوا ظلوما جهولا ومن آدم ظلم بدن يعني ضبع إنسان كأي واحد تاي إنه حضر ميو يعني من آدم كسيسة واحد تاي إنه أنانية هي يعني إنه دنتي سجار كفكره إنه أنت يركو عريري سندم توضع كفكره معنا أوسم الربع عدالة لإيمان إنسان كوا مارتكو قابي سيا مركا واحد كليو من آدم كلا بالبادين كرا أو مارتي يعني أي كيل كران قرصور سمن مارتي حقيقة وضع قرانايا maarta dacfigaas ay leeyihiin uga naxariistay waa xukunka Alla weeye subxaanahu wa ta'aala marka xukun bin aadam inta meel fadhiistay oo dajiyay waa xukun al-jahiliya weeye afa xukun al-jahiliya yabghoon waman ahsana min Allah xukman yaa sa'alaka gowanaag bal xaq xukunka liqawmin yuqinuun marka runtii dad yaqiinsan bay arinta u baahan tahay yacna hayla maanta waxaad arkaysaa bin aadamkii waxa la cabsiyay oo aad maarta looga dharjiyay oo aad maartay runtii maartay looga dhigay wax cilmi ku dhisan in insaanku wax keeni karo in insaanku u fikiri karo ayaa maartay laga dhahay runtii waan aragnaa maartay si tabiiqi ah in maartay bil aadamka xataa waxay qortaan ama ay ku heshiyaan inaysan maartay fulinayn ama aysan marka hore xataa ay heshiinayaan aysan daacadba ka ahayn waxa ay maartay isla qoranayaan marka waad arkaysaa waxa maanta waddanka ka dhacaya waxa caalamka ka dhacaya garat dulmiga socda maarta qiyaanada socota maarta yaana waxa soo dhanba maarta ma aha wax iska yimid ma aha hatta kuwa maanta sheeganaya inay bin aadamka kaga horeeyaan dhinaca aqoonta iyo cilmiga sheeganaya waa kuwa ugu liita weeye maarta oo xagga nasaahada iyo cadaaladda waa kuwa ugu sii foolxun weeye marka runtii wax khayr ah oo laga filanayo ma jirto yacni xukun al-jahiliya marka waa wax aad maarta looga yaqsoodo weeye wax aad looga naxaweeye bin aadamka meesha uu maanta ku fikiraya maarta marka af xukuma jahiliyad xukunkaasi jahiliyad ay doonayaan waman axsanu yaa kaga wanaag badan min allah alla xaggiisa xukuman xagga xukunka liqawmin yuqinuun ya marka masaladaasba waxay u baahan tahay lafahanteeda yaqiin bay u baahan tahay ya cilmi bay u baahan tahay ya qof runtii aad maarta ula noolaaday xaqiiqada jahiliyadda yacna ya waatii cumar laga soo warinaya maartay من لم يعرف الإسلام يعني من لم يعرف الجاهلية يعني إن مارت إسلام كل ما تأجي شنيد أجي سندونا مارت برجع قف في جاهلية أركي وحيت هاي كنا ولا هذا يا رنتي آد وقيمة إن كنا آد نقدر إن كنا إسلام ما ضيع آيات كلا الله سبحانه وتعالى وحنا نقول شيء يا يعني ضدك جدا مارت عونك إلهي إن استفاد وضعت هاي النفاق يا إن أي طالب نفاق يعني وعن كسو هذا اللي إن يهين ضد هوا ضد الراعة يعني ضد حكم كلاه جديدا أما حكم قال هدي لقته جوا حلقون دعيو إن هوا يطاقوط هاي يعني يجاهلية إن تاي وصارني أيضا واحد لا ميسا إن نفاق أي تاي يعني منافق إن ما أي تاي الله عليه سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يا هدي له يراد أكاليا إلى ما أنزل الله وحقل أسود جيه يو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يهدي له رأيت المنافقين وحضر كيس المنافقين تيسدون
ايغو جيساني عنك سجودا يا جيسش ايغو كا جيساني واركسا مركو صفه النفاق وي يا دتك ما انت يا عنا وحي دونا هشاغين مارت يا دتك ما انت ديدن حونك الهي وهذا اسلام شيغانيا ايمان شيغانيا على حقيقه غدود وحا وي ونفاق وي هدي دبطه ايمانك اي شيغانيا وحي اقبل لهاين وحا الهي ودجي لو ويريو يا رسولك الله لو ويريو اي اقبل لهاين مارت لكن كفوان شاء اي كفوان يعني حقوق الهي وحكب بحني وحاوي ونفاق وحكب بحني وحاوي وحب الدنيا وحكب بحني وحاوي يعني الى مارتي يعني ظلم سميان مارت يعني ايضا القران كرمتي ادي ادبي مارتي انه قلت ماما يعني وحياضها مارتي قال اي مارتي يعني رمتي كل غاغيان واي مارتي يعني مرك قار مارتي معنى مرك الله وير وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون بالله يا هذي الله ويره الله يرسل كيسا هنا حكميان بعض هذا وعلى أركيسا كوح أي كم ذا هنا أي جيس جيسانيان مرك إله يبان نص وري وحلي أفي قلوبهم مرض ما قلب جودا وحاكسوا من مرض جري على أم ارتابوا مسوا شكسين أم يخافون مسوا حكبقيان أي حيف الله عليهم ورسوله إن الله يرسل كيسا يكون جبط فلان وكل جور فلان ميك بقيان مات وغيره بركة رنتي يعني وصفة يعني وآيات داس وحيات ما قصوا ورسا نفاق أي كجران يعني كفر أي كجران يعني مرض القلب أي كجران شك أي كجران على ما وصلنا من موجنسا بركة صفات كوصلنا كل وضع صفات يعني قال لما موجني هو يعني إن قفكو وإلهي كشك يا مات عدالة ديسا إن مارتي كبقوا مارتي إن الله رسول كيسا أي كجور فلان مركا الله إنو عداني محلية بل أولئك هم الظالمون كواس وحوي وكوا الظالمين على الله سبحانه وتعالى هذا نوحا نقول بين أيضا كلي أو أينا مارتي إنو موجيني وحا أي كجراني على وحالي أمر لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يألم به الله وحا أسونا تلا شركاء يا وجديني حق الدين كالله وجديني ما لم يأذن به الله وحسن الله ما أرتي إدبنين أما حكمنين يا وجديني مياه جريعنا يعني. مرقا رمتي واحد أركيسا يعني صفة داس إنه تهي صفة موجينيسا الشرك يا يعني قوفك عدي حكم كالله حكم أهين وحكم تمام معانيس وحاول مشرك بي ما أرتي يا مرقا وغضي ما أرتي رمتي أد ما أرتي وعدوية كتابك لأنه وعداني ما أرتي يا إلهي بكسفي كواس وحجديني إني كبكتين شركاء يا أم لهم موحى أصبنا هذا الشركاء كواي الله أحلو ذا جنيا يا بركة كواس الله أحلو ذا جنيا ماها كواي مارتي أما أي سجودين أما أي بريين أما أي ركوع ما لكن كواي الله أحلو ذا جنيا وحوي وكواي الدين كحوجدي يا شرعوا لهم من الدين دين كالله بوحي وجدين ما لم يأذن به الله وحسن إلهي إدمن وجدين اصل ايات كلو معناها اصل الله وحو نوغ شغيا وكذلك زين لكثير من المشركين وحا اقرحيبا للي اساسو كلا ان بدن ومشركين تكمدا قتل اولادهم على دلتان كاولادودا شركائهم شركاتو دي با اقرحيس يعني بركا وايضا رنت ادس كقع على طول يمار يعني ان حكم الحكم بغير ما انزل الله قفك كل غاغا انو الشرك صبي يمار يا متك أرنت صلوا أقل هذا أنا إد معنى إنه يهم الله وحلا لا لا ولا جي مار يا فعل كقف كاسو سمينا إلى تاع الشرك يا كو فلك كل غاقين إني يهم مشركين يا مرك صفات كاس إلهي بكو حكمية مار ما ها أنا جو حنكو حكمية له وحنا جا أنسك كان يستلنا ما ها لكن آيات إلهي بامار تي كتل مامس مرك هذا آيات مرك الإسرائيل أنا الله سبحانه وتعالى وحأدك سيد الشركاء مكان الإله إله يعني هلك إله اللي قاعد يكسلها شركاء ما اللي قاعد يكسلها معناها وحوي شركاء راس معناها مرك شركاء راس وحوي إني مارت إله سبحانه وتعالى لو ذا جنيان إله نمدس يعني يا مرك هذا آيات وحيد دلالة عد ويهيل إتكستا ومثلا الرميسة وحقف ودجيه أما كوح ضدك كم إذا أي دجيين وقانون أما شرعة
مارتي بروتوكول يا ومركا واركيان مارتي انه قانون شرعي اه ايغو انا مارتي حجه او هيسن الله سبحانه وتعالى ان دتكاسي اي لو وداجين عداس شرعاس ودجيسي الله سبحانه وتعالى واي لو وداجين الى اهل مدس مارتي اب مارتي لبدا ايادوت انو غا عدانيس مارتي مركا ان حكم الله سبحانه وتعالى انه شيغيا يعني إلى الله مارتي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أنا هكذب تونا قبين بين الله كوا خلافية هل أمر كيس يا أتك أمر كيس جوا مركا الله سبحانه وتعالى يقول لي هل قضية أو مارتي مارتي شيطان كي إعوانتي سلو وافقه أو لو أضيعه أو حتى الشرك يعني يا لكن بالكور نقفك كتابك إليه ولن أنت حق سكرني يا وحسبوا أي كوح كلا أي سامستان يا عملوا السنة يي دين كدغانا يا شرع كدغانا يا بالكور المار مرقب انتو حكمة هاي وحيابها مارتي مصيبة ضاقة ومضاها مارتي سلام كشيغاني يكوها بسدي مارتي ايوه مارتي يعني ان بضانا كمدة ايوه اركيا بسيدة هبا يكون رقم يعني الدين تهي على يا ان اسلام نمطها يعني يا سيدة مارتي ان علماتي حتى سلام مارتي اي يعني افضوانيا يعني اليهن أنا سيدنا بالذين قاطع أنا، يا قاركود إليهن دولة الآن وحدا أنت دولة مارت أن دين تلاه يكون قبيلين ما عدين أنت يعنى، إسكجا مارت إنه هذا، بقولن تلك وح أركيسة مش هلك مارس، يا سيد آياتك إلهي يعني آتك وعديني حكمك إلهي يا مكان ديسة هي مارت قضية ضاس سيد أي مارت أطهي حد مارت كلا فصلني إسلام لماذي قال لماذي يعني إن آد لو غفوا هذا مارت قد أركس يعني وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ما أنزل الله دلوا يرادوا اتبعوا ما أنزل الله وحقال أسود الجراعة قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا يا وحن راعنا بليهن وحقال بياشين أن كلكروني هو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون بل كورما هدي آبياشود أيهن كوان وحبا فهمين أن هننسلين هديهن بل كورما يا بركة وحيضاها كاليرونتي مارتي إلهي دين تيسا raacitaan keda iyo ku dhaqan keda dadku ay ku diidan waxa kamid ah nidaamyadii hore ay degsadeen iyo xeerarka ay sameysteen inay wali ku dhaqayeen ya hada runtii waa maartay Soomaalida waxyaabaha ay aad ku dhaqanto oo aad maartay ay ugu kala garbaxaan ya waxay doonto ha noqoto sheegas waxay u baahan tahay waa xeerkii la oran jiray xeer Soomaaliga ya oo abyaashood ay kasoo gaareen yani xeerar badan baa jira حير كرر وامو حير كرر عيسى على حير بدن بجري على بركاسي أهم سنين ويكو كلا بحان وهدي قف قف لغدلو أما هدي قف قف مارت دباتو أوجستو وحاسة وحاسة أقران وحير كاسي كل قمان مارت يا مركرون تو إسكع الدهاي على نظام كمان تا أي كل قمان وحالي رأي سدح مصدر بوليه سمعلو دو حليه سدح مصدر بليه يا أنا مثلاً حلالي ما أرتي وحقوه الرئي شريعة الإسلامك وحقوه إيقا ما أرتي ندام يدا عالمي حرارك عالمي حقوق الإنسانك باش عالمك ندام يدا إدجيان يو حرار صومالي يهوري يو نغن كيانا مقالت سيدة حناس حرار با صومالي ودقان وميلو إياه المارت مركا كل هذا مركو حاصل وحيمو جنيان إن دتكني ما أرتي ما أنت إيسان دين إلهي يحكم الله يكون رغميان إنسان جرين مارت أيضا هرمتي كاليو أتكو منجنية مارت مسألة لان قفكي إلهي وحان أحين حكم إيه نظام كقاتا إنو قفكاسي ربي كدكتي يعني إله كدكتي وحاكم إذا أيضا سورة توبة كجرتا وقالوا لي سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح من مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو على وحي سما يستنبال لي أحبارتو دي ربانتو دي وحي كدكتين ربيال اللسكو دي والمسيح ابن مريم يا مسيح ابن مريم وما أمروا لما نفر إلا ليعبدوا إني عابدان المهنة إلها واحدا إله كلئة لا إله إلا هو إله كلو حق الوعى عبدا مجر إلا هو أسرى مهنة اللمهنة ولكا يدس وحي إنو تلامسة إن منكي أحبارتي أها وعلمة دوضي أها هي رهبانتي أها كوي صوفية دوها أم عبادة دوها أيو حي كدكتن بلالي يا ربيال يا ربيال بكدكتن من دون الله إله سكريس يا
marka sababta ay rabbiyaasha uga dhigteenna nabiga calayhi salaatu wasalaam baa inoo sharxaya ya walmasiix ibna maryam asna waxay ka dhigteen rabbi bay ka dhigteen wamaa umiruu lamana farin baa la yidhi ya ilaa liyacbuduu inay caabudaan ma ahane ilaahan waaxidan ilaah keli ah laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahu asaga maahan marka aayaddaas waxay aada u muujinaysaa yuhuudii iyo axbaartii yacnii axbaartii iyo ruhbaantii ama culammadii nimanka ay ku sheegayeen iyo kuwii cibaadda ay ku sheegayeen in iyagu ay rabbiyaal ka dhigteen marka iyadoo nabiga calayhi salaam aayaddaas akhrinayo baa waxaa usoo galay caday ibn abi xaatim ibn xaatim radi allahu canhu marka markuu usoo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo cunuqiisa uu ku qoran yahay ka suran yahay saliib dahab ka samaysan iyadoo nabiga aayadda u akhrinayo markaasu wuxuu ku yidhi waxaan u reebu yidhi maysan caabudin marka cibaadadan uu sheegayay caday waxaa weeye waa dhinacii maaratay sujuuddii iyo rukuucdii iyo maarata arrimahaasoo kale marka nabigu wuxuu yidhi balaa buu ya innahum xaramuu calayhim alxalaal wa axaluu lahum alxaraam fatabacuuhum fadalika cibaadatuhum iyaahum marka xaraantii bay xalaal uga dhigeen yacnaa xalaashii bay xaraam uga dhigeen maaragtay xaraamtii xalaal bay uga dhigeen wayna ku raaceen taasa waxay tahay marka cibaadadii ay caabudeen marka halkaas ayaan maaratay rabnaa inaan kusoo ekeenno mawduucii runtii maaragtay xadiiskaasna aada aadka maaragtay aayaddaasna u muujinayso wabillaahi towfiiq.